بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. بدأنا بالأمس في النوع الرابع في جمع الوجوه والنظائر، وبينا أن اللفظ الواحد في القرآن قد يستعمل بمعاني متعددة، وقد يستعمل بمعنى واحد في كل المواضع، ويأتي في موضع واحد ويختلف معناه، وغير ذلك مما ضربنا به الأمثال ووقفنا على قوله: وكل شيء في القرآن من ريب فهو شك، غير حرف واحد يعني موضع واحد، غير حرف واحد يعني موضع واحد. وهو قوله تعالى: نتربص به ريب المنون في سورة الطور، فإنه يعني حوادث الدهر. يبقى ريب المنون يعني حوادث الدهر، لكن الريب في كل القرآن من أول لآخره مع الموضع ده بمعنى الشك. وكل شيء في القرآن يرجمنكم ويرجموكم فهو القتل، غير التي في سورة مريم: لأرجمنك واهجرني مليا. في أبو سيدنا إبراهيم قال له كده: لأرجمنك واهجرني مليا، يعني لأشتمنك. يبقى لأرجمنك بالموضع ده معناه إيه؟ لأشتمنك. قلت: وقوله رجما بالغيب أي ظنا، والرجم أيضا الطرد واللعن، ومنه قيل للشيطان رجيم. وكل شيء في القرآن من زور فهو الكذب، واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور اللي هو إيه؟ الشرك. يعني الزور في القرآن كله إيه؟ هو الكذب، ويراد به الشرك، غير التي في سورة المجادلة: منكرا من القول وزورا فإنه كذب غير شرك، اللي هو بيقول لامرأته: أنت علي كظاهر أمي. فالظهار ده إيه؟ منكر من القول وزور، يعني كذب، والكذب هنا بمعنى كذب غير الشرك. وكل شيء في القرآن من زكاة فهو المال، غير التي في سورة مريم: وحنانا من لدنا وزكاة فإنه يعني تعطفا. وكل شيء في القرآن من زاغوا ولا تزغ فإنه من ماله ولا تمل، غير واحد في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار، بمعنى شخصت. شخصت يعني بحلقت، عارف انت ما تشوف حاجة تخوفك تقوم تخاف تبردش حاجة، يبقى اسمه ايه؟ شخصت. شخصت يعني ايه؟ بحلق لي وبصي، بحلق لي يعني ايه؟ بحلق يعني انظر بلا بربشة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دي معناها شخص. وكل شيء في القرآن من يسخرون، وسخرنا فإنه يراد به الاستهزاء، غير التي في ليتخذ بعضنا بعضا سخرية في سورة الزخرف فإنه أراد أعوانا وخدما. يبقى سخرية هنا بمعنى إيه؟ أعوانا وخدما. لكن في القرآن عموما السين مع الخاء والراء يقصد به الاستهزاء. وكل سكينة في القرآن طمأنينة في القلب، غير واحد فيه سكينة من ربكم فإنه يعني شيئا كرأس الهرة لها جناحان كانت في التابوت. والكلام ده إسرائيليات، الله أعلم هل الكلام ده فعلا صح ولا لا. على بعض تفسير بعض الإسرائيليات أن السكينة اللي في التابوت كانت إيه؟ صورة تمثال على رأس هرة له جناحان.
ده كلام إسرائيليات الله أعلم به. أو نحكي كده زي أساطير الأولين، يعني تدخلوا من هنا وتطلعوا من هنا ملوش معنى. فهمت بقى؟ وكل شيء في القرآن من ذكر السعير فهو النار والوقود، إلا قوله عز وجل في سورة القمر: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر هنا بمعنى العناد، سعر بمعنى العناد. وكل شيء في القرآن من ذكر شيطان فإنه إبليس وجنوده وذريته، إلا قوله تعالى في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم فإنه يريد كهنتهم، مثل كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأبي ياسر أخيه، اللي هي شياطين الإنس. هنا يقصد بها إيه؟ شياطين الإنس. إذا خلوا إلى شياطينهم، اللي هم الكفار، إذا خلوا إلى بعضهم البعض ليتآمروا على رسول الله وعلى المسلمين في كل زمان. وكل شهيد في القرآن غير القتلى في الغزو. تملي إيه؟ الشهيد اللي هو بيشهد على الوقائع، يشهد أمام القاضي، مش كده برضو؟ وكل شهيد في القرآن غير القتلى في الغزو فهو الذين يشهدون على أمور الناس، إلا التي في قوله عز وجل في سورة البقرة: وادعوا شهداءكم فإنه يريد شركاءكم. وكل ما في القرآن من أصحاب النار فهم أهل النار اللي بيعذبوا فيها، إلا في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، اللي هم خزنة جهنم. والملائكة خزنة جهنم مش بيعذبوا في النار، فهم؟ فإنه يريد خزنتها، اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميهم ايه؟ بنسميهم الزبانية. الزبانية اسم لملائكة العذاب. وكل صلاة في القرآن فهي عبادة ورحمة، إلا قوله تعالى في سورة الحج: وصلوات ومساجد فإنه يريد بيوت عبادتهم. وكل صمم في القرآن فهو عن الاستماع للإيمان. صمم يعني طرش، أطرش يعني لا يسمع، أصم يعني لا يسمع، أصم وأطرش بمعنى واحد. وكل صمم في القرآن فهو عن الاستماع للإيمان، يبقى أصم يقصد به في القرآن إنه لا يسمع النصيحة ولا كلام الوحي، مع إن سمعه سليم. فهم؟ غير واحد في بني إسرائيل، اللي هي في سورة إيه؟ الإسراء، اللي في بني إسرائيل يعني في سورة الإسراء، قوله عز وجل: عميا وبكما وصما، معناه لا يسمعون شيئا، صمم حقيقي. يبقى الصمم بمعنى عدم سماع الإيمان صمم مجازي، لكن الصمم الحقيقي هو عدم القدرة على السماع مطلقا. وكل عذاب في القرآن فهو التعذيب، إلا قوله عز وجل: وليشهد عذابهما، فإنه يريد الضرب اللي هو الجلد، جلد الزناة. والقانتون بالتاء هكذا المطيعون، قانت يعني طائع. لكن قوله عز وجل في سورة البقرة: كل له قانتون، معناه مقرون. وكذلك في: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، في سورة الروم، يعني مقرون بالعبودية. وكل كنز في القرآن فهو المال، إلا الذي في سورة الكهف: وكان تحته كنز لهما فإنه أراد صحفا وعلما. وكل مصباح في القرآن فهو الكواكب، وزينا السماء الدنيا بمصابيح يعني كواكب، إلا قوله جل: إلا الذي في سورة النور:
المصباح في زجاجة فإنه السراج نفسه اللي هو المصباح نفسه. النكاح في القرآن التزوج، إلا قوله جل ثناؤه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم، فإنه يعني الحلم. النبأ والأنباء في القرآن الأخبار، إلا قوله عز وجل فعميت عليهم الأنباء فإنه بمعنى الحجج، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون في سورة القصص، بمعنى الحجج البينات يعني. الورود في القرآن الدخول، ورد في الشيء يعني دخل في الشيء. إلا في ولما ورد ماء مدين، يعني هجم عليه ولم يدخل، يعني اقترب منه. وكل شيء في القرآن من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني عن العمل والطاعات، يعني ربنا ما يكلفكش عن الأعمال والطاعات إلا ما تستطيع. إلا التي في في سورة الطلاق اللي هي النساء الصغرى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني النفقة. وكل شيء في القرآن من يأس فهو القنوت، يبقى اليأس هو القنوت في القرآن من أول الأخر، إلا في موضع واحد في سورة الرعد، أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم، ييأس هنا معنى يعلم، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، دي في سورة الرعد، بمعنى ألم يعلموا. قال ابن فارس عايز يجيب لك بقى دليل من الشعر ان كلمه يائسة تستعمل معنى عالما. قال ابن فارس انشدني ابي فارس ابن زكريا اقول لهم بالشعب اذ ييسرونني، ييسرونني يعني ايه؟ يعني ياسرونني، لما الاعداء ياسروه يقول لهم الم تياسوا ان ابن فارس زهدني، يعني ألم تعلموا أننا ابن فارس مغوار يستطيع أنه يفك أسري، فهم؟ ألم تيأسوا يعني تعلموا أن ابن فارس زهدمي، وزهدم ده اسم فرس من الفرسان اللي كان يركبه والده. قال الصاغاني البيت لسحيم بن مثيل اليربوعي، يعني هو بيصحح نسبة البيت. وكل شيء في القرآن من ذكر الصبر محمود، إلا قوله عز وجل لولا أن صبرنا عليها في سورة الفرقان، وفي سورة صاد واصبروا على آلهتكم، يبقى ده مذموم يعني استمروا على شرككم. انتهى ما ذكره ابن فارس. وزاد غيره كل شيء في القرآن لعلكم، فهو بمعنى لكي، لعلكم بمعنى لكي، غير موضع واحد لعلكم تخلدون في سورة الشعراء فإنه للتشبيه أي كأنكم تخلدون، تتخذون مصانع كأنكم تخلدون، لعلكم تخلدون يعني معناه بتبنوا مباني شائقة كأنكم هتخلدوا في الدنيا، فهم؟ وكل شيء في القرآن أقسطوا، فهو بمعنى العدل، إلا واحد في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلين الذين يعدلون به غيره، يعني يشركوا برب الله برب العالمين. هذا باعتبار سورة اللفظ، قسط قاسط بخلاف مقسط من أقسط رباعي، وأقسط الرباعي معنى أزال الظلم، يسموها همزة الإزالة، يبقى قسط يعني ظلم، أقسط يعني أزال الظلم يعني عدل، يسموها همزة الإزالة. كويس.
هذا باعتبار صورة اللفظ، وإلا فمادة الرباعي تخالف مادة الثلاثي. الرباعي هو أقسط والثلاثي قسط، وكل كسف في القرآن يعني جانبا من السماء غير موضع واحد في سورة الروم. ويجعله كسفا يعني السحاب يجعله قطعا، يبقى كسفا هنا بمعنى قطعا. وكل ماء معين، فالمراد به الماء الجاري، الجاري يعني الظاهر كده، غير الذي في سورة تبارك اللي هو الملك، فإن المراد به الماء الطاهر الذي تناله الدلاء وهي زمزم. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء إيه معين. وكل شيء في القرآن لألا فهو بمعنى كي لا، لألا يعني معنى إيه، معنى كي لا، لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يعني كي لا يكون للناس عليكم حجة. إلا في موضع واحد في سورة الحديد، لألا يعلم أهل الكتاب بمعنى كي يعلم، مش لألا يعلم، يعني كأن الله دي زائدة وليست نافية، يعني زائدة، لكن إيه؟ لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني لكي يعلم. وكل شيء في القرآن من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، تملي الظلمات بمعنى الكفر والنور بمعنى الإيمان، غير موضع واحد في سورة الأنعام، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جعل الظلمات والنور يعني ظلمة الليل ونور النهار. وكل صوم في القرآن فهو الصيام المعروف اللي هو الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن من الفجر إلى الغروب، ده الصيام المعروف من أول القرآن. الصوم معنى كده، إلا في سورة مريم بس إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا يعني عدم الكلام. وذكر أبو عمرو الداني في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أن المراد بالحضور هنا المشاهدة، قال وهو بالظاء بمعنى المنع، حاضرة حاضرة غير حاضرة، حاضرة يعني ممنوعة، حضرته عن الشيء يعني منعت، إنما حاضرة يعني شاهدة. وهو بالظاء بمعنى المنع والتحويط، عشان كده نقول حظيرة يعني شيء محوط كده عملته حظيرة. قال ولم يأتي بهذا المعنى إلا في موضع واحد في سورة القمر فكانوا كهشيم المحتضر. قيل وكل شيء في القرآن وما أدراك فقد أخبرنا به وما فيه وما يدريك فلم يخبرنا به، حكاه البخاري رحمه الله تعالى في تفسيره، واستدرك في باب التفسير في صحيح البخاري يعني في كتاب التفسير، واستدرك بعضهم عليه موضعا وهو قوله وما يدريك لعل الساعة قريب. هنا قال لك ايه، ان كل وما يدريك ما فيش اخبار عنه، لكن ما ادراك تملي فيه اخبار، وما ادراك ما ايه ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفسه وبينه، فتملي أدراك يبقى فيها البيان، إنما يوم ما يدريه ما يبينوش. فإيه ده كلام الإمام البخاري في التفسير، لكن الناس استدركت على الإمام البخاري وقالوا لا في موضع في القرآن يدريك وربنا أخبر، قال له وما يدريك لعل الساعة قريب، فأخبروا بقرب الساعة. واضح ده في سورة الشورى. وقيل الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة، إلا في قوله تعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا في سورة الممتحنة، فإن المراد به المهر
وهو صدقة في الأصل تصدق الله بها على النساء. وزي ما قلت لك برضو في مواضع كلمة الأرض في القرآن من أولها لآخرها اللي احنا عايشين عليها إلا في سورة سبأ إيه؟ فلما كتبنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، هنا بمعنى الأراضة وليس بمعنى الأرض اللي عايشين عليها. وكذلك في سورة الحديد زي ما قلنا جاء بالكفار بمعنى الزراع بخلاف إنه إيه؟ واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل زرع إيه؟ أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته. واضح؟ ونقف عند هذا الحد، وغدا النوع الخامس علم المتشابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكري الغافلون.